اهلا بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل مع بعض النهارده بيت كلاوي ضاني، يعني يا دوبك نفر كده ولا حاجه. احلى واحلى بصراحه، يعني الريش الضاني لما تكون الخروف يعني شادد حيله، والخرفان طبعا انواع. الخرفان انواع، وفي خرفان بتلاقي مش محمله دهون قوي زي البلدي، يعني خصوصا هما بتوع مطروح والكلام ده، بيبقى الخروف لحمه احلى ومش محمل قوي زي البلدي. واللي احلى واحلى بقى وتستغربوا لما اقول لكم الصومالي والسوداني الحقيقه. يعني المهم ما علينا، معانا ايه؟ معانا البيت الكلاوي الضأن، معايا زبادي، ومعايا جرام مسالة، ومعايا شو اسمه مستردة بالحب، اوكي، ومعايا سماء، ومعايا بصل، ومعايا ليمون، وخل عنب ابيض، وتوم. وهنبتدي نعمل الحكايه دي. نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هنحط الاول الزبادي، اوكي، وزي ما قلنا قبل كده كتير، مثلا ايه كده مثلا كفايه، كفايه، اوكي. هحط له شويه الاول شويه ملح علشان ما يخرزش، يبقى لما اضربه كده ما يخرزش على طول. ايه الملح مش هيسيب له فرصه انه يبقى في حتت مكلكعه، هيمص الحدوته دي، اوكي. الملح يعمل كده، السكر يعمل كده، اوكي. العسل ما يعملش كده الا لو ضرب كتير قوي بقى. اوكي، ناعم ناعم لطيف، اوكي. يلا، المعلقه كبيرتين جرام مساله، اوكي. مستردة حب نونه، وهقول لكم ليه نونه، يعني هعمل مثلا كده، كويس. وليمون، وابتدي ايه الكلام ده مع بعض، اوكي. شوية فلفل بقى كده حلوين، لايك نص معلقة مثلا. عايزين تشطشطوا الدنيا براحتكم، تقدروا تحطوا شطه، لكن انا الريسبي دي اللي انا عاملها من غير شطه، اوكي. تعال حط بقى الضاني تبله. يستحسن طبعا ان هو لو قعد ساعه في التتبيله، نص ساعه ساعه، بس احنا ايه هنضحك عليكم ونعملها على طول على طول. تاخدوا الطريقه وبعد كده لما تعملوها في البيت ريحوها في التلاجة في التتبيلة بتاعتها لايك ساعة، تديكوا نتيجة أحلى، أوكي؟ طيب أهو، غمض عينيا كده، ها؟ غمضوا عينيكوا كده، فتحوها، ساعة، عدت ساعة، الله، إيه يبقى إحنا كده إيه عدى ساعة، قال يعني، أوكي. ونبتدي بقى نشوي. نشوي إزاي؟ طاستنا حامية جدا. طاستنا حاميه جدا، وهتصفع على الجانبين. وان ذا مين تايم هعمل كده، وهجيب اي بوله، اي بوله ممكن كده مثلا، واحط البصل وشويه ملح وفلفل مش كتير قوي، يعني مثلا كده اهو، اوكي، وشويه فلفل، نونه، والسماء، اوكي، معلقه كبيره سمنه، وادعك الكلام ده بايدي،
اوكي يدعك ويترك برضو مع الحدوته دي لمده ايه؟ هي الساعه. اوكي حلوه. هتلاحظوا بقى ايه؟ السماء طبعا بيدي طعم مزز، اوكي، والليمون كذلك، فهتبقى الدنيا لطيفه. سخنة جدا، هايل. يلا شوية زيت الزيتون، خليك على جنبي. اوكي، وما اخبيش عليكم، ننزل بقى بالبتاعة دي. يلا غمضنا عيننا وفتحناها، قلنا فاتت ساعة يعني. اوكي يلا، تلاحظوا بقى ايه، وتخلوا بالكم لما تكون القطع فيها التخين وفيها الرفيع، فيها الكبير وفيها الصغير، يبقى انا ايه اعمل حسابي انه التسويه بتاعتي تبقى متوازيه، يعني اللي تستوي بسرعه اطلعها، ها، مش استنى عليها زي التانيين اصحابها. اوكي، وخليك انت برضو جنبي، هنعمل كده يعني اذا كانش يضايقنا. يلا سفعة سفعة. وهنقلب برضو تاني مع بعض احنا كده. اشوف بقى هل هي هحط معاها كم فص توم زي ما هما، بس يستحسن اني اعمل كده فدغة صغيرة، مش هعمل حاجة غير انها فدغة فدغة صغيرة، عشان لو عملتها شو اسمه شرايح او كذا هتتحرق. هي كده بس هنطلع ايه اللي فيها، تمام، ونحطها معاها. اوكي، ابص عليها بقى عملت ايه. صوفي عد. اوكي، يبقى هعمل كده. اوكي كده فيني كده، الله، هايل. هعمل ايه بقى تاني؟ خلاص خلاص يا عم، نحط مرق لحم، مرق الفراخ. يا سلام بقى لو مرق الفراخ ده انتوا عاملينه في البيت بالشو اسمه بالهياكل وبتاع والكلام ده، والرجلين والرقب والحدوته دي كلها، واخد بالك ازاي، مع البصل وورق اللور والقصه دي كلها، وسبتوه بقى ايه لما يقصر خالص. كويس، لما بيقصر خالص بقى بيبقى يعني كده في شويه شغل حلوين. ساعات بقى بنحب نعمل ايه، ساعات بنحب ناخد جلد الفراخ، ما انا جبت الفرخه بقى وخليتها وبتاع ومش عارف ايه وشلت جلدها وكلام من، باخد جلد الفراخ وحمصه. يعني ايه حمصه؟ يعني احط له شويه زيت صغيرين قوي قوي واحطه في النار لغايه ما ايه يقرمش شويه. اوكي، بعد ما يعمل كده اخد الكلام ده واحطه على المرقه بتاعت الفراخ وهي لسه بتقصر، وبعد ما تقصر خالص اسيبها بقى في الثلاجه. بعد ما تهدى طبعا اسيبها في الثلاجه ساعتين ثلاثه لغايه ما تعمل وش من فوق، الدهون تطلع على الوش كده وتنشف، اطلعها واقشط هذه الدهون واشيلها واستعمل مجرد ال حلو قوي كده، اخد بس المرق ستوك. حلو كده، اه حلو. طيب يبقى هعمل كده. اوكي، ليه بديله التقليبه دي؟ اوكي، سفعت وخدت الشكل، هديله تقليبه بس صغيره علشان مكان السفعه ما يتحرقش مني في الفرن، بس مش اكتر من كده. اوكي بس كده، وارجع اقلبه تاني. اوكي، مفيش مشكله خالص. يلا هعمل كده، ها، وبعدين هدخله الفرن، سيبه كده هنا اهو لايك 3 دقايق وارجع ادخله الفرن. اوكي، ابقوا معنا.
اهلا بيكم وقد عدنا بعد الفاصل. ضحكت عليكم انا، ضحكت عليكم. عملت ايه؟ شلت اللحمه شويه علشان اقصر وارجعها تاني، يعني ما عملتش حاجه فظيعه فظاعه. اوكي؟ بس شلتها شويه كده رجعتها تاني زي ما كنت، ايه، غمضت عيني كده وفتحتها. اوكي طيب. انا بصراحه يعني علشان ساعات الواحد هو بيشتغل بيفكر بطريقه مختلفه. انا شايف ان انه الـ بيت الكلاوي الخروف كان تعبان، يعني مش واخد حقها كده، فلو دخلتها الفرن الحقيقه يعني مش هتديني اللي انا عايزه، هتنشف. فهعمل كده، انا هخليها زي ما هي كده على النار واوطي واعملها بريزي شويه، هحط بقى الكلام ده وكانها في الفرن. يعني ايه؟ يعني هغطيها، هعمل كده اولا بدايه، يعني اغطي. اوكي طبعا هي ميزه اللي انا بعمله دي، هقول لكم حالا بالا. خلاص انا عملت كده، اوكي، يبقى انا بدل ما بقى هغطيها وادخلها الفرن، لا انا هدخلها الفرن بدون غطا. ليه؟ لان انا غطيتها بالحدوته دي. اوكي غطيتها بالحدوته دي، ادخلها بقى الفرن تحت الشوايه. اوكي وهي اوريدي سخنه، فهيتشوي الكلام ده، يديني طعم حلو قوي قوي قوي. شيل ده، وفي نفس الوقت هي محتفظه بحرارتها، ما هي سخنه. اظبط الاول ايه الفرن بتاعي، اعمل كده اطلع ده فوق. اوكي لايك هنا مثلا، واجيب الحراره من فوق وعلي سنه. هي 180، فيري جود فيري جود فيري جود. اوكي وايه، اخد دي بقى الجميله دي بعد ما تغلي غلوه هنا كده. اوكي هعملها كده اهو وتغلي غلوه. ليه عملت الحركه الغريبه دي؟ علشان البخار هيطلع بتاعها المحمل بالحدوته، التتبيله بتاعتها والكلام ده كله، المليو ده كله، الوسط ده كله هيبقى فيه طعم اللحمه بالتوابل بتاعتها بالقصه دي كلها. اوكي ده كله طبعا هيشربه للبصل، والبصل هيندي، هياخد البخار ده، فلما يخش الفرن ياخد راحته بقى، يبتدي ينزل ميته بقى على اللحمه وبتاع، ويعيش يعمل الشغل الحلوين. بس اخد ايه يعني البخار يخش جوه شويه كده، يعني بس كده، مجرد انه ايه يعني بس كده. فيري جود فيري جود، مش عايز اكتر من كده. اوكي يلا ندخلها بقى كده بالراحه بالراحه مع بعضنا تحت الشوايه. اوكي يلا جميل، هايل هايل. تلوش عليها قوي بقى لان هي مش هيحصل لها حاجه، البصل لو اتحرق جميل جمال، مش هيعمل لي مشاكل. اوكي يلا معايا بقى انا شويه ميه مغليه اهم. يلا يا عم ما تزعلش، خلاص هنشيل بقى القصه دي. لو احتجت لها تانية بجيبها لو. طيب البطاطس هنقشرها ونقطعها اوكي، ونسلقها في شويه ميه وملح. فين الملح؟ اهو. اوكي مثلا، اوكي انا عامل مثلا كوبايه ونص بطاطس تقريبا وشويه كده، علشان على قد برضه الفورسيون، يعني ما بطبخش الجرمق. اوكي مش محتاجه اقلبك بصراحه، بس اغطيكي. اوكي دي قدامها كتير، انا عايزها يعني عايزها مستويه مستويه، لان دي هعملها ماشت، مش هعملها في مش هعملها بتمط وهضربها جامد عشان تمط، لا هعملها ماشت. اوكي فمش محتاج ان انا يعني من المستحسن انها تبقى مستويه كويس قوي. اوكي وهقول لكم تيب برضو لطيفه، انه بعد ما تصفوها وهتعملوها ماشت، حطوها على نار واطيه قوي وانتم بتشتغلوا، على نار واطيه قوي وانتم بتشتغلوا، ما ترفعوهاش بره. يعني ليه؟ ايه الفايده؟ الفايده اولا هتفضل سخن، ثانيا هتساعد ان هي البخار اللي فيها يطلع شويه. اوكي فكل ده هيديكوا في الاخر قوام مستحب.
تمام؟ طيب احنا دلوقتي معانا وقت ان احنا نظبط حالنا ونشيل ده ونشيل ده ولازم ابص دايما على اللي في الفرن بمعنى ان انا اتاكد انه ما بداش يحصل فيه مشاكل. بيغلي؟ لا ما بيغلي في الخفيف. اوكي بيغلي في الخفيف. طيب هبتدي انا بقى ايه اظبط حاجه كده اللي هي ايه يا عماد اللي هي ايه. هاخد مثلا هنا بوله اوكي صغيره يعني على قد اللي انا عايزه مش عايز اكتر من كده. هعمل كده واظبط شويه حاجات اللي هتتحط على البطاطس. جميل جميل مش فاهم حاجة. الله ايه ده في ايه؟ اوكي طيب هنجيب معلقة ونحط. انا عندي هنا مثلا كوباية بطاطس. انا عندي كريمة وعندي كريمي تشيز يعني كريمة اللي بيسموها كريمة الكوبايات كريمة علب. اوكي فهناخد ملعقتين كبارتين من الكريمة. الله حلوة. وبرضو ملعقتين كبيرتين من الجبنة يعني كده معلقتين كبيرتين وزيادة يمكن سنة كمان. اوكي بس خليكم انتوا على جنب بقى ونبتدي ايه نعمل كده بالراحة بالراحة ومش لازم قوي يعني تتكوا على نفسكم تتضايقوا يعني منها لان هي لما تخش على السخن هتسيح لوحدها. اوكي ومعايا زبده طبعا وفي الاخر هحط لها برضو ايه وانا بعملها دلوقتي هنحط لها شويه جبنه مبشوره. انا حاطط بارميزان لكن ممكن جدا تحطوا جبنه رومي بطارخ يعني جبنه رومي قديمه. ده بيساعدني شويه اللي انا بعمله ده انه ما يعني كل ما كانت ناعمه كل ما كان احسن لي يعني هي هتنعم كده ولا كده بس يعني برضه كل ما كان ناعمه كل ما كانت احسن لي. اوكي وهنحط عليهم برضو المعلقتين البارميزان خلاص. خلاص نسيبك انت بقى على جنب كده وارجع ابص على في النار. يلا وانتي عامله ايه؟ نوطي عليها بقى خلاص دي غليت مش محتاجه اكتر من كده. نوطي عليها وابص ايه بالشوكه كده نعمل اخبارها ايه نعرف اخبارها ايه. اوكي وريني. لا لسه سنه كده. اوكي لسه سنه ممكن اطفي عليها النار واسيبها في ميتها السخنه وخلاص على كده. ابص بقى هنا اعرف عملنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بدا يلون البصل اهو والصوص بدا يتقل. اوكي يبقى انا حلو كده. اوكي جميل جميل طبعا. يلا ناخدها بقى بالراحه بالراحه ونصفيها. اوكي نحضر التصفيات بتاعتنا اهي.
جميل، يلا بيكا. ها اوكي، وهخلي دي معايا مش على سخن قوي. اوكي كده تمام، وارجع خلاص دي مش عايزينها. نرجع بقى ناخد البطاطس اوكي ونحطها هنا، وهكذا نعمل ايه بقى؟ نحط الزبده ونجيب الهراسه، ادي الزبده تمام، زبده غير مملحه تمام، والحدوته الثانيه اللي عملناها شويتين مع بعض دول اهي. يلا بالراحه كده شويه شويه عشان ما تصصش، ما تبقاش ايه صايصه، ونشوف طالبه ايه نعمله، اللي طالباه نعمله بالراحه كده عشان ايه نمسكها اوكي ونهرس. شفتوا بقى وجودها على سطح حر شويه يعني سخن شويه بيساعد انها زي ما حضراتكم شايفين كده تديني القوام اللي انا عايزه، وانا شايف القوام ده حلو قوي. لو محتاجينها او حابينها يعني تكون اكثر طراوه ممكن تحطوا لها شويه تاني من الكريم والحاجات دي، وشايفينها كده حلوه وانا شايف انها برضو حلوه يبقى مفيش داعي احط لها حاجه. خلاص احنا كده جميل تمام تمام، خليكي بقى على جنب كده اوكي. يلا تعالوا بقى نطلع الحاجه من الفرن، من الفرن بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي مش حاسين قوي قوي يعني بانها محمره لان هي البصل احمر، فهي زي الفل كده. هنعمل ايه بقى؟ هناخد القصه دي بالراحه بالراحه وناخد اللحمه بس اوكي. اللحمه بس هاخدها احطها في حاجه مؤقتا، اي حاجه مؤقتا كده مثلا، باخد دي مثلا اوكي. الاول ايه اعمل كده وبعدين هرفع عندنا الحاجه الثانيه اوكي. ايوه يعني اوكي كده عشان انا بس عايز اللحم اوكي. كل ده هينزل مع المرق الصوص اللي هعمله دلوقتي قبل ما اصفيه اوكي. يعني طبعا في شويه بصل مش هيضايقكم خالص، حتى مع الصوص هيختلط ومش هيضايقكم خالص بالعكس. اوكي خلاص يلا انت على جنب كده اوكي. انا هنا اهو تمام. بنعمل ايه بقى؟ بنحط شويه عسل على شويه كريمه. ممكن احط الكريمه كده القشطه الجميله دي الحامضه، واذا مش حابين الحامضه ممكن تحطوا كريمه طهي عاديه اللي هي بتبقى سائلة أكتر. ها مش كده يعني، ونشوف أوكي. يلا بقى إيه ملعقة العسل تمام. نعملها بإيه يا عماد؟ نعملها كده مثلا اوش سخنة طالعة من الفرن.
انا عايز اشيل دي التومه دي نهرسها التومه دي نهرسها ايوه جميل اوكي عملنا كده عشان كل ده هيتصفى ها فمش عايز التوم يطلع في التصفيه عايز يعني يتوه مني في التصفيه يترمي عايز طعمه مش عايزه يترمي التوم والتقل ده لطيف وهو لسه هتتقل معايا شويه بعد ما اصفيها برضو اوكي الدنيا هنا كعمشت يلا نم 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 نعمل كده اهو على قد الصوص بتاعنا همسكها برضو تاني بايدي مش شيء مش لطيف اوكي يلا انت هنا كده وايه ونهدى شويه كده مع بعض ونصفي دي خلاص دي خلاص دي خلاص دي خلاص دي خلاص يلا نشوف بقى ايه حكايه الحلوه دي تقولها جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين كده اوكي هبتدي بقى اغرف و و و استنوا بقى ونشوف بقى ايه فاصل فعلا يا ريت قبل ما اقول هبتدي اغرف ها قبل ما اقول ببتدي اغرف اوكي خلاص حلوه قوي كده جميله جدا يلا نطلع فاصل بقى ونرجع نغرف ونعمل شويه سلطه حلوين مع بعض هنشوف الدنيا فيها ايه معانا ابقوا معانا بعد الفاصل انتظرونا اهلا بيكم بعد الفاصل يلا نغرف شويه اللحمه دول. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول هعمل كده ناخد بس كده شويه تات شويه تات شويه تات كده اهو. اوكي شويه تات شويه تات شويه تات قال يعني بس وبعدين نشوف ونعمل كده. دي لو فيها بصلايه شيلها. اوكي. هما ضعاف شويتين ثلاثة أربعة المهم إيه؟ طريقة المهم الطريقة يلا مع السلامة خش عليا بقى بده لا مش مبسوط أنا عارفين ليه؟ شكلها وحش لا كده أحلى كده يمكن شكلها احلى اوكي طيب بما اني عملت كده بقى يبقى اوكي سخن وسخن يبقى اعمل كده برضه يبقى اعمل كده برضه ما شاء الله ممكن شويه كمان كده بقى استنى
ممكن برضو شويه كمان، واحده كمان هنا كده. اوكي يلا ناخد دي كده ونعمل هكذا الاول. اوكي كده اللحمه بتاعتنا اوكي، والبومبيوري بتاعنا. هنعمل بقى مع بعض ايه؟ شويه بروكلي. يبقى جنبها كده ايه؟ ابار كده. نعمل شويه بروكلي مثلا، هنعمل كده. البروكولي بينزل في ميه مغليه ويطلع، مش عايز منه اكتر من كده. اوكي، وبعدين احط شويه زيت زيتون. اوكي، وخليك معايا بالملح، خليك كده جنبي هنا. اوكي، اسخن بس الزيت الاول، مش يغلي مش يقدح، بس يسخن شويه، ها، عشان انا مش عايزه يلون. اوكي، واعمل كده مثلا افصل، هاخدها كده واقعد ايه افصل يعني. زهرة زهرة كده تبقى لطيفة، زهرات كده صغيرة. اوكي، زهرات صغيرة. مش معنى كده ان الباقي ما يستعملش، لا يستعمل. طب ايه هستعمله في ايه؟ ممكن اعمل بيه شوربة بروكلي، مفيش مشكلة خالص. يا ولد يا ولد. اوكي ياها، لا كمان شوية. طبعا لو لطوها هي اوريدي صغيرة، يعني ما فيش داعي تزعروها قوي، يعني ممكن تشتغل، بس انا حابب انها تبقى ايه، مليونات مليونات كده. تعال انت جنبي هنا كده. اوكي، يعني انت بتاخد الزهره بس كده، اهو شكلها هيبقى لطيف قوي، خصوصا لما احط جنبها شويه ايه، شويه بطاطس بيوريه. اللونين مع بعض هيبقوا حلوين. وممكن لو معايا مثلا شويه صوص زياده يبقى جنبه، يعني نعمل كده. لطيف. يلا سخنات.
بس كده يلا سخنات كده وتلمع وبتاع ومش عارف ايه ونبقى ايه خلاص على كده. في حاجات كده مش مهم حلو برضو حلو. اوكي ناخد حاجه بقى ايه نغرف فيها بالراحه كده كده اهو نعمل كده وناخدها بالراحه مثلا هظبطك. اوكي هظبطك. الشكل يبقى لطيف كده. اوكي وشويه من هذا يعني اوكي نعملها جنبها. استنى ما ننضف الطبق الاول. وممكن احط لها برضو ايه شويه دوني جلاس لطيف على البطاطس. اوكي اوكي شايف دوني جلاس خفيف كده. نقدمه جنبها بالهنا والشفا. نطلع بقى ايه فاصل ونعود نعمل شويه سلطه لطاف خفاف حلوين مع بعض. ابقوا معنا. اهلا بيكم بعد الفاصل. هنعمل سلطه زبادي حلوه قوي انتيكه خشتيه برضو حاجه حلوه قوي. طيب هنحط زبادي وهنحط ثوم هنحط ليمون وهنحط كزبره خضراء مفرية. اول حاجه عايز اعملها ان انا اخد الثوم وايه اهرسه تماما
نشوة ملح. أحب أقول لكم إنه الملح الخشن ألطف من الملح الناعم ده في الطبيخ. الملح الناعم ده المفروض يعني يتحط على السفرة، أوكي؟ إنما الملح الخشن هو اللي بيدي، يعني وأنا بعمل كده مثلا، الملح لما يكون خشن هيساعدني أكتر إن الثوم ينعم، أوكي؟ غير إن الملح الخشن بقى كمان ساعات بيبقى يعني أولا مش هتلاقوه في السوق بسهولة، إنما هتلاقوه عند العطارين. ملح رشيدي اسمه، أو يعني خشن، ملح رشيدي ده بيبقى بقى خشن وبيبقى مش أبيض قوي كده لأنه مش بليتشت، فصحي أكتر الحقيقة يعني. مش عايز أنا هنا يكون في إيه كتل من الثوم. أوكي، ناعم قوي كده، تمام. حلو قوي. وننزلها. نعمل كده. اهو مرهم كده ناعم لطيف. اوكي. نحطه هنا. حلو، ولا فلفل ولا بطيخ. اوكي، نحط بقى الزبادي وبالمضرب نضرب مع شويه ليمون. الاولات ليمون، ونعمل كده. طيب هقول لكم على حاجه لطيفه. كويس، النعومه بتاعته حلوه الحمد لله. ناعم اهو، جميل. يلا الكزبره بقى الخضراء. اوكي، وبعدين نجيب حاجه نغرف فيها الحدوته الحلوه دي. ايه بقى؟ استنى عليها شويه. اهو خلاص انا هنا. اوكي، نجيب حاجه بقى نغرف فيها الحاجه الحلوه دي. اهو بدور عليه، اتريك هنا جنبي. اوكي، عشان اعمل كده احسن عشان بلاش ضروطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، جميل جمال. اوكي، ده بقى لطيف ومرطب كده حلو. ولو عايزين بقى زي ما انا هعمل دلوقتي، انا انصحكم تعملوا كده اللي هو يعني ايه بالقطارة، عارفين القطارة بتاعت اللي بالقطارة كده، بالقطارة يعني كده. قطارة يا ابني.
بس كده ويقدم هكذا. واقول لكم بألف هنا وشفا، عملنا النهارده بيت كلاوي، وانصحكم يكون يا ريش يا بيت كلاوي تقيله، وريش برضو يستحسن تكون تقيله ومحلوقه. يعني ايه محلوقه؟ يعني اللحم اللي حوالين الريشه نفسها بيتحلق من على الريشه وبتتقص الريشه، اوكي؟ ما بتبقاش فيها اطول من 5 سم بالكتير 4 سم. وعملنا معاها البطاطس البيوري دي، والبطاطس البيوري دي سلقناها وهي لسه وهي يعني كيوبز الاول متقشره وكيوبز، وبعدين سلقناها قوي وصفيناها وخليناها في الحله على النار، مش على النار يعني على شمعه كده، على حاجه بسيطه قوي 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 يعني. ها، وبعدين بدانا نهرسها، حطينا معاها زبده عادي جدا زي اي واحده ثانيه، بس ما حطيناهاش بقى ايه، ما حطيناهاش لبن وكلام من ده، حطينا لها ايه، حطينا لها كريمه قشطه، كريمه لباني حمضه قشطه، وحطينا لها كريمه جبنه اللي هي الجبنه بيسموها كوبايات، وحطينا لها جبنه بارميزان مبشوره ناعمه، اوكي؟ ادتني طبعا تكستشر تاني خالص، وادتني طعم تاني خالص للبطاطس، حلو قوي. الصوص عملناه يعني، يا ريت تتفرجوا على الحلقه واللي فاتته ويشوفها في اليوتيوب، و او تخشوا على www.cbcsofra.com عماد الخشت، شوفوا الحلقه بتاعت بيت الكلاوي على خشت، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص، ابقوا معنا.